شهيدة. ألفين تعداد شهداء المعارك الكبرى والصغرى فازوا في مقاعد. احنا جايين نوجه رسالة هان انه احنا على الدرب سائرون لن نتنازل عن القدس الشريف. نحن خنسوات فلسطين موجودات في كل الفعاليات في كل الساحات، نحن الاميات الطبيبات المهندسات ام الشهيد زوجة الشهيد اخت الشهيد، لن نتنازل عن اي شبر من ارض فلسطين. نحن قلبا وقالبا مزروعة فلسطين فينا مغروسة فينا. هذه رسالة توجه لكل العرب لكل الشعوب الشعب العربي لكل العالم، واولا اسرائيل. نحن لن نتنازل عن اي شبر من ارضنا، نحن ثابتون على رسالة شهدائنا معتصمون بها واقفون ومصممون أننا سنخرج أفواجا غير هؤلاء الشهداء. أنا قدمت زوج الشهيد حسام أبو هربيد صاحب الضربة الأولى في معركة سيف القدس، ولن أتنازل عن ثأره، سوف نثأر له بأبنائه. صديق الشهداء ووالدهم ابن الشهيد الأمين. عبد قد ما احكي لكم مش حقدر احكي لكم عن صفات عبد واخلاق عبد. عني عبد ترك لنا ذكريات الحمد لله حلوه حلوه جميله 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 جميله. دعته لله وسمحته وحللته، واحنا على نهج عبد ان شاء الله ابني حنكون ثائرين. فدا القدس فدا فلسطين ان شاء الله رب العالمين الله يرضى عن الحنين. وبشكركم جميعا، بشكر اخواتنا في قناة في أجهاد الإسلامي.